كل التعب والتمارين كل الهارد ورك والكلام ده كله خلاص كان ده خلص دلوقتي. ما فضلش غير ايام او يوم للاكبر سبق ليا، تركيزي ان انا احقق الاهداف بتاعتي، ان انا ان شاء الله اخش الفاينل، ومن الفاينل اي حاجه ممكنه يعني ان شاء الله. موضوع اكتر منتل، يعني لو فكرت ان انا مش هبقى كويس في السباق ده، او انا عشان مصري هبقى في 50 او 100 بس، هبقى كويس في 50 و100 بس. بس يعني الموضوع عايز تمارين، السباق ليه صعوبته يعني، مش معناه ان ال 50 سهله طبعا، لا العكس، 50 ليها صعوبتها والديستنس ليه صعوبته برضه. بس زي ما بقول يعني الموضوع كله اكتر منتل وتمارين، يعني انت لازم مثلا بقوم 800، بقوم 1500، بقوم 400، يبقى التمارين كلها متوجهه للسباقات دي. دي مرة دي تاني اولمبياد ليا، فانا عندي ممكن اقدر اقول ان عندي خبره اكتر. يعني مثلا اول مثلا اولمبياد بالنسبه لي كان هدفي ان انا احقق او اتاهل هناك. دلوقتي لا، انا مش عايز اتاهل بس، انا عايز انافس. وكمان نقطه مهمه جدا، يعني احنا دلوقتي ممكن في 2008 2012 كنا من بنروح الاولمبياد تشريق، يعني تمثيل مشرف. لا دلوقتي احنا عشان نروح الاولمبياد لازم اجيب الاي كات. الاي كات ده لازم اكون من احسن 14 سباح في العالم. وده كان انجاز كبير جدا في 2016 ان احنا يكون عندنا 4 أو 5 سباحين رايحين بالاي كات. كان ريو في 5، دلوقتي في 4، بس في مننا 3 دي تاني اولمبياد ليهم. فزي ما بقول في عندنا خبره اكتر. مش يعني دلوقتي انا مش هشغل بالي بالاولمبياد عامله ايه او انبهر او بتاع، لا انا رايح بهدف معين، رايح باذن الله، يعني هدفي ان انا انزل اخش فاينل، واول ما اخش فاينل اي حاجه ممكنه. كان مفيد ليا جدا 2019، كانت مش احسن سنين ليا في السباحه عامه. كنت جربت نادي جديد، مع ان النادي ده كان احسن نوادي في العالم في تركيا. يمكن كنت بعوم زياده اكتر بكتير من اللي انا المفروض اعومه، كنت بعوم فوق ال 100 كيلو في الاسبوع، فده اثر عليا سلبي. بعد كده 2020 اخد وقت اطول شويه ان انا ارجع مستواي واحسن. اول ما ابتديت تمرين بعد الكورونا وكل حاجه كانت واقفه، في أغسطس في 2020 كنت بتمرن كويس جدا جدا جدا، فالموضوع يعني أثر معايا بطريقة إيجابي. مقتنع إن أول ما حد مثلا يقدر يعمل إنجاز، الناس تانية بتبص للإنجاز ده وتبقى عايز تعمل زيه أو أحسن. فهو مهم جدا جدا إن حد يبتدي الإنجاز ده، سواء ان هو يتأهل للأولمبياد بأي كات، او يجيب ميدالية في بطولة العالم، او يخش فاينل في الأولمبياد. فاول ما حد يقدر يعمل الانجاز ده، الموضوع الجيل الصغير هيبص له، هيبقى طب انا مصري واقدر اعمل حاجه زي كده. الموضوع مش يعني انا مقتنع محتاجين حد يعمل الانجاز ده، وبعد كده الموضوع هيبقى عندنا كذا ميدالية في الأولمبياد ان شاء الله. مفيش حد معين، بس يعني اكتر سباح عربي اقدر يعمل كل الانجازات اللي ممكن تتعمل كان اسامه ملولي. من ميداليات في بطوله عالم لميداليات في الاولمبياد، حتى نزل شبه رياضتين مختلفين، سواء في السباحه القصيره او السباحه الطويله، وقدر يعمل يجيب ميداليه في الاولمبياد في الاثنين. فده كان انجاز يعني ما حد سمع عنه قبل كده. وبعد كده برضه احنا مش هيبقى يعني مش عربي بس، هيبقى في مصريين، انا مقتنع جدا هيبقى في سباحين مصريين هيقدروا يعملوا الانجاز ده واكتر، والجيل الصغير هيبص له، وان شاء الله هيبقى عندنا كذا ميداليا يعني في السايكل اللي جايه او اللي بعديه. من
ممكن اول ما رحت كليه صراحه، مثلا الكلام ده في 2012 لما اول ما سبت يعني رحت كليه في امريكا، بس طبعا عشان فرق التوقيت وكده فمش صح مش متابع يعني. يعني ولا كده ولا كده. كابتن ميدو بس ده من زمان يعني، غير كده اصلا انا علاقتي بالكوره مش قويه خالص يعني. الكوره الوحيده هو اخويا مازن يعني، مازن هو اللي على طول متابع اي ماتش بيحصل سواء كبير او صغير، هو على طول يعني عارف الكلام ده، متابع الحاجات دي. فانا مثلا لما لو هو بيشجع فريق اشجع على عكسه يعني، عشان بس عشان ازعله، غير كده مفيش يعني.